أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج علمنا كيف نصلي. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن صلاة المرائين اللي الرب يسوع نهى تلاميذه عنهم ونهى كنيسته عنها. النهارده هنتكلم عن صلاة الأمم اللي أيضا بينهينا عنها. وبيقول لنا إيه الخطورة اللي فيها؟ وليه هو بيقول لنا إلا هذه الصلاة؟ يعني الصلاه دي اللي الخاصه بالامم صلاه هي خطر علينا وهي خطا ان احنا نصليها وهي مرفوضه من الاساس صلاه المرائين مرفوضه وصلاه الامم مرفوضه وهنعرف ليه كتير قوي في بيوتنا بنحط حاجات على الرف ممكن نحط تحف كتب أدوية وحاجات تانية كتير والحاجات المشتركة بين كل دول إنها كلها حاجات عرف نحتاجها في وقت معين نستعملها ونحطها تاني وتفضل مركونة لحد ما نحتاجها تاني إحنا بنعمل كده بالظبط مع ربنا بنحطه عرف الرف للأسف هي كلمة صعبة لما بنحتاجه بنكلمه بنصلي ونفضل نقوله عاوزين وعاوزين وعاوزين متضايقين او تعبانين مصلحه يعني لكن مش بنكلمه عشان علاقه الحب اللي بينا وبينه أولا الصلاة هي تعبير ده, ده, ده مفهومي أنا عن الصلاة طبعا في 30 30 أربعين خمسين تعريف للصلاة لكن واحدة من ضمن التعريفات القليلة اللي أنا برتاح لها الصلاة هي تعبير وترجمة للشركة الحقيقية الحية مع الله وأنا دائما بتخيل أب مع ابنه في البيت عارفين الابن اللي كل شويه زنان يعني او كل شويه ليه طلبات وموضوع العلاقه ده مش في باله خالص هو داخل طلبات وخارج طلبات ومش عايز من الاب ده غير طلبات لا عايز حضنه ولا عايز محبته ولا عايز وقت معاه هو بيقول طلباته كده وبيشوف مصالحه الشكل ده من العلاقه مرفوض اللي مرفوض هنا على الارض مرفوض بالاكثر جدا في السماء مستحيل يعني العلاقة المبنية على المصلحة إن أنا لما بعوزك بجيلك لما بحتاجك فقط لغير وقت زنقة وقت عوزة لكن هذه العلاقة الحقيقية الحية اللي بينا وبين إلهنا اللي بنعبر عنها عن محبتنا فيها ليه يعني في كل صلاة بنقوله بنحبك إحنا مملكتك إحنا ولادك تاني حاجة في رأيي أنا برضك في مفهومي عن الصلاة. الصلاة تفكير واعي تفكير واعي أنا بدخل لربنا أنا بتكلم مش كلام يعني زي ما يجي أو زي ما مشاعري بتسوقني، لأ أنا أنا عارف أنا بقول إيه أنا مدرك أنا بقول إيه وبالتالي هي تفكير واعي مرتبط بفعل إيجابي إرادي لما اصلي؟ يعني انا مش بقول له يا رب انا عندي استعداد تعمل اعمل اعمل لك اي حاجه وما عنديش الاراده دي ما عنديش استعداد بعد ما اخلص الصلاه اعمل هذا الفعل الايجابي اتحرك يستخدمني اكون جزء من تحقيق الصلاه دي فالصلاه تفكير تفكير في الاساس يعني مليانه بالذهن ده دي العباده اللي مقبوله لازم يكون فيها الذهن بالروح بالذهن ايضا وفي نفس الوقت هذا الذهن مرتبط باراده يعني انا مش عندي افكار عظيمه شعارات جميله حاجات نفسي اعملها بس مش هقدر اعملها لا انا مرتبط هذا بفعل بقدره على فعل بنيه شديد يعني قويه باراده حقيقيه فانا عندي هذه العلاقه اللي بيني وبين الهي اللي بعبر عنها بترجمها في الصلاه بقوله بحبك يعني خلوا بالكم ربنا شايف طبعا ربنا عارف مين اللي قلبه معاه ومين اللي ضده مين يعني مين اللي بيقاومه وبيقاوم مشيئته ورفضه في حياته حتى لو هو في كنيسته وضمن جماعته ربنا شايف شايف القلوب هو المختبر القلوب هو اللي شايفها فأنا مش مش جاي عشان أقوله حاجة فما ياخدش باله، لا هو شايف لكن أنا هقول لكم ليه إحنا بنصلي لأنه جاية هنا. يعني لو هو بيعرف ما نحتاج إليه قبل أن نصلي، ليه بنصلي؟ إيه فائدة الصلاة؟ هقولها في الحلقة دي، لكن اللي أنا عايز أقوله هنا إن الصلاة ترجمة لازم تكون ترجمة لمحبة. لعلاقة حية حقيقية بيننا وبين إلهنا. تاني حاجة إنها تفكير واعي. مرتبط بفعل إرادي. الشخص اللي بيصلي شخص مسؤول شخص مسؤول شخص مشارك يعني مش مجرد واحد جاي يعني يا رب مثلا عايزين تغيير في مصر أو في كنيستي أو عايز أعمل كذا أنت وأنت داخل أنت وضعك إيه؟ أنت فين في من الصلاة دي؟ أنت وأنت بتقول له بتقول له طب ها أنا زائر أرسلني أنا جاهز؟ انا بتاعك الصلاة مش عدد ساعات بقضيها مش عدد كلمات بقولها يعني في ناس تطيل الصلاة تطيل الصلاة انا مش ضد ان الناس تصلي طبعا المسيح بقول لكم قضى الليل كله في الصلاة بس مش بعدد الساعات بالقلب المرفوع لربنا الشخص اللي متكل عليه اللي معتمد عليه اللي ثقته فيه. أنت بتلجأ لي ليه؟ لو ما عنديش قوة. لو ما عنديش قدرة. طب ما تلجأ للي بتلجأ له أنت، يعني يعني خليك في طرقك. خليك في خططك، خليك في ناسك اللي بتروح لهم. هنا بيقول إيه بقى؟ دي كانت مقدمة لابد منها قبل ما ندخل على صلوات الأمم. إحنا خلصنا عدد خمسة وستة من متى ستة. إنجيل متى الإصحاح السادس منتصف الموعظة على الجبل في عدد سبعة. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالامم فانهم يظنون انه بكثره كلامهم يستجاب لهم اللي هو الكلام الطويل ده الساعات الطويله دي فاكرين انبياء البعل في ملوك الاول اعتقد صح 18 مع ايليا كانوا بيرقصوا وفي ناس كده الامم على فكره دي كانت صلواتهم مليانه بالطقوس مليانة بالتعويذات مليانة بالرأس، يعني مليانة بالطقوس السحرية دي مليانة بقوالب بتتقال بالذات في المناسبة بتاعة البرق والرعد ومش يعني حاجات مرتبطة بطقوس عندهم فهو بيقول لهم لا تكرروا الكلام باطلا كالامم ليه؟ لأنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم فلا تتشبهوا بهم مش هم دول قدوتكم مش هم دول اللي تتعلموا منهم لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه قبل ما تجوله قبل ما تدخل مخدعك قبل ما تطلب طلبتك هو عارف انت محتاج ايه هو عارف احتياجك ايه بالظبط حتى اكتر من انت تعرفه ليه انا يعني دايما بقول ليه احنا بنقول ربنا يعرف اكتر لانه شايف اكتر لانه عارف المستقبل اللي انا معرفوش انا مش عارف خطوتي اللي جايه فين انا مش عارف الشارع اللي همشي فيه ازاي مش عارف طريقي لا انا ولا بيتي جايلك من فين الثقه دي يعني انا سؤالي للناس اللي بتخطط وده اكيد المسيح مع التخطيط يعني احنا مش مع الشوشره والتشويش احنا اكيد مع التخطيط لكن في التخطيط انا بتكل عليه برضك لان انا مش عارف التخطيط ده هيوصلني لايه بالظبط وهينتهي على ايه وايه اللي هيقابلني في الطريق ده من صعاب من امراض من من ضيقات من من من, من 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 اي شيء ما انا مش عارف ايه اللي هيفاجئني اللي هو مش هيفاجئه بقى لانه الله القدير الله العالي المتسامي الله الذي يرى كل شيء هو شايف كل شيء فعلا هو شايف بكره مش مش بكره مش شايف لغايه نهايه حياتي انا وبيتي انا وابني انا ما اعرفش مصلحته زيه مع اني بشتغل على م... يعني انا اكيد مخلص لابني عايز افضل حاجه ليه بوصله لافضل شيء مفروض بحطه في احسن جامعه بحسب فكري لكن في النهايه لازم وانا بعمل اي حاجه شايفها صح وشايفها مظبوط اصلي اوعى تستسلم لتفكيرك وحكمتك بس هي مطلوبه طبعا وربنا عايز الحكماء دول والناس اللي بتفكر دول واللي بتحسب التكلفه دول واللي عارفين يقدروا على ايه وما يقدروش على ايه دول طبعا لكن في النهايه بنعتمد عليه هنا بيقول الامم بالنسبه للامم زي ما قلت في الملوك الاول 18 من عدد 26 29 هنشوف شكل من هذه الاشكال الناس دي اللي بتلف حوالين المسبح وبتدور حوالين المسبح وبتهتف عشان يعني اذا كان نايم او في خلوه او غيره تصحيه زي ما كان ايليا بيتري عليهم لكن قيمه الصلاه قيمه الصلاه عند الاممي وعند بعض الناس غير الاممي يعني عند بعض المسيحيين ان اردد الكلام الصحيح يعني الكلام اللي موجود في الكتاب اقوله بالظبط ما غلطش فيه ما غلطش في كلمه ما غلطش في ترتيب كلمه مش مهم بقى توجه قلبي ايه ده مش مهم ربنا اللي طالبه مني الكلام اللي انا اقوله ده ده الهي او الههم اله الامم ده اهم حاجه احرص عليها اركز عليها اوعى اغلط في كلمه طالما كلامك صح يعني زي ما موجود في الكتاب زي ما اتعلمته وترتيبها صح كرر زي ما انت عايز يعني قول القوالب اللي عندك دي كلها طالما صحيحه وانت متاكد انها صحيحه قيمه الصلاه هي في التكرار الصحيح للكلمات ميه في الميه قلب المتعبد ده او الشخص اللي جاي يصلي ده اولا كلمه يعني المشكله اولا مش في التكرار كمان خلوا بالكم لانه المسيح نفسه صلى ثلاث مرات في جثيماني يعني. صلى ثلاث مرات بول صلى ثلاث مرات بارتك من اجل الشوكه اللي في الجسد ثلاث مرات ده بالعكس بقى الاوقع من كده صديق منتصف الليل الشخص اللحوح ده اللي في مثل صديق نصف الليل او منتصف الليل جايه امتى اللي هو بيعلمهم فيها عن الصلاه بلجاجه المسيح كان بيصلي بيعلمهم الصلاة بلجاجة جاية فين المثل ده؟ في لقى 11 عدد خمسة يعني بعد الصلاة الربانية على طول بعد ما علمهم الصلاة الربانية كويس اللي هنا مفروض بيقول لنا ما تكرروش الكلام قال لهم المثل اللي هو موجود بس في لوقا يعني مش موجود في اي انجيل تاني عن اللجاجه في الصلاه وان ربنا عايزنا نلح هذا الالحاح ونكرر قدامه طلبتنا ونروح له 100 مره عشان الطلبه دي فهو مش ضد التكرار هو التكرار الباطل هو اللي ضده لا تكرروا الكلام ايه باطلا يعني ايه باطلا يعني يعني الكلمه نفسها يعني ثرثره يعني شخص اللي يثرثر يعني بكلام اجوف بلا معنى بلا, بلا قيمه بلا فائده بلا ذهن بلا تفكير بلا انتباه هو ده باطلا انت بتكرر الكلام طب انت انت واعي انت بتقول ايه اللي بتكرره ده كرره احنا مع تكرار لان المسيح خلوا بالكم لما بنرجع لانجيل متى صلى هذه صلاه ثانيه وثالثه يعني هي نفس الصلاه يعني المسيح مش كل مره كان بيروح للاب في جثماني كان بيضيف في الصلاه لا هي نفس الصلاه هي نفس الطلبه تعبر عني هذه الكاس لكن في الاخر قالوا لتكن مشيئتك هي نفس يعني نفس الكلام المسيح كرره نفس الكلام بولس كرره ما فيش مشكلة في التكرار، المشكلة في التكرار باطلا، هي دي هو ده اللغز، هو دي المشكلة. عشان كده بقى في ضوء التكرار الباطل ده، هنا خطورة الصلاة الربانية. دي صلاة مش, مش واحد بيصليها، مش الرب يسوع بيصليها أو بولس بيصليها، لا دي كلنا بنصليها. وبسهولة جدا نقع في فخ باطلا دي. إن أنا أقول هذه الصلاة بدون ذهن، بدون تفكير. يعني خلاص بطلت أتأمل في الكلام ده. بقوله آلي عارفين الصلاه الآليه يعني أنا خلاص دخلت في في المصنع وبعمل اللي كل الناس بتعمله يعني بقفل نفس الكرتونه بنفس الشكل ما بفكرش في اللي بعمله بعمل نفس الكلمات بلا ذهن وأهم من بلا ذهن بلا قلب ما عنديش مشاعر أنا بقول الصلاه الربانيه كده بصليها كده برنمها كده زي ما الناس بترنمها دي مشكله كبيره يا جماعه ده خطر كبير جدا أنا مش عايز أقول خطية لكن هو خطر كبير إن احنا نقع فيه كلنا يا أخي ما تقولهاش خالص ما تصليهاش إن لم تكن تعنيها إن لم تكن تفكر فيها لو مش طالعة من قلبك ومن روحك وبحماس وكل كلمة بتتأمل فيها أو متأمل أنت فيها أو تعنيها قبل ما بتقولها الخطر مش في الصلاة الربانية الخطر فينا احنا في ناس كل مرّة بالصلاة الربانية بتعني كل كلمة فيها في رأيي أنا هم قلة قلة في أنحاء العالم هم قلة اللي هي إيه يعني ما أضيق الباب والطريق و يعني ال 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 الناس اللي بتختار الطريق ده اللي قادرة توعى أو بتتكلم كلام بوعي كامل يا رب إحنا إنت أبانا الذي في السماوات بنقول لك ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك وإحنا جزء من كده احنا قلبنا في الكلام ده احنا متحدين مع الكلام ده ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض ازاي بصلي الصلاه دي معقوله انا وانت انا وانت اسمع الكلام ده انا كل مره ب... يعني بقول لكم جزء كده من صلاه ربنا لغايه لما نقف عنده بنقول له لتكن مشيئتك كما في زي ما هي حاصله فوق تحصل تحت ده ده باماره ايه ده ازاي ده يحصل زي ما الملايكه فوق ما هي ما فيش غير الملايكه اللي بتنفذ مشيئته فوق في السماء. فبنقول له احنا ملائكتك احنا جنودك هنا. احنا اولادك هنا. يعني زي ما في السماء بتتحقق مشيئتك مشيئتك كامله. دي بتتحقق مشيئتك كامله وفوريه وبفرح. ركزوا معايا في الثلاث حاجات دول. مشيئتك الناس فرحانه وهي بتعملها فوق. يعني وفي نفس الوقت بتعملها لك كامله. لا تردد ولا مساومة ولا بلاش النهاردة وخليها بكرة ولا تأجيل ولا تردد ولا أي حاجة كاملة فورية يعني في اللحظة اللي رب يؤمر بحاجة الملائكة بتنفس إحنا هنا على الأرض بنعمل كده طب بنصلي ليه كده يعني ليه بنقول له لتكن مشيئتك ما هو مين اللي هيعمل كده غيرنا احنا انتوا في العالم في حد هيعمل كده اللي بيصلي كده اللي بيصلي كده بيقول له لتكن مشيئتك ده 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 هنقف عندها كتير عشان خلوا بالكم ما فيش غير نموذج واحد في الكتاب المقدس هو اللي عاش الطلبه دي على الارض. طبعا كل مخكم هيروح للمسيح لا المره دي انا هيبقى شخص تاني غير شخص المسيح طبعا. شخص المسيح طعام يعني افعل مشيئتي. ده هنا ده ده اكلي وشربي. ده انا عشان كده. ده ده المسيح. لكن في واحد ومش بولس ومش ابراهيم ومش موسى. في واحد بس في الكتاب المقدس كله. هو اللي حقق ده في حياته وحققها في أصعب حياة ممكن واحد يعيشها مش حياة سهلة وفي أفقر حياة ممكن واحد يعيشها ومليانة بالضغوط ومليانة بالضيقات ومليانة بالاضطهادات بس في واحد عاش كده قال له كده لتكن مشيئتك كما في السماء كذا وأنا هحقق كده أنا بتاعك هنا على الأرض أنا ابنك هنا على الأرض هنفذ زي ما بتقول وفورا وبدون تردد الخطر مش في الصلاة الخطر في احنا خلونا نرجع تاني قبل ما نصلي صلاة ربانية وقبل ما نتعلم بقى أبانا الذي في السماوات نرجع تاني ونفكر مرات قبل ما ننطق أي كلمة في هذه الصلاة مش أي آية أي كلمة في هذه الصلاة وإلى اللقاء في حلقات قادمة